وافق مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافق على السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك، تكون لها شخصيات اعتبارية وذمم مالية مستقلة، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لها. ينضم إلينا مشاهدينا من الرياض الشيخ عبد الرحمن جريس المستشار القانوني ومحامي جمعية حماية المستهلك. الشيخ عبد الرحمن أهلا بك معنا في مساء الوطن. بداية يعني نتكلم عن آلية عمل هذه الجمعيات وما هو الدور الذي سوف تقدمه لحماية المستهلك. أهلا بكم وسهلا أولا، ويعني نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفق القيادة الرشيدة للاهتمام بهذه المسائل المهمة والجوهرية في حياة المجتمع. طبعا الجمعيات الأهلية هي مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني، ولا شك أنها جهاز يساند الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المستهلك في هذه البلاد، ويعني الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن العزيز الغالي على الجميع. آلية العمل طبعا هي واضحة في القرار اليوم اللي صدر الحمد لله، وهو أن تتولى وزارة التجارة والصناعة الترخيص لهذه الجمعيات الأهلية، وأن تضع بعض الآليات يعني التي تضمن حسن أدائها والتنسيق بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك. وهذه الجمعيات سيكون لها طبعا شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولا شك أن هذه يعني قد تأخذ بعض الوقت في تأسيسها لما يكون لها من مجالس إدارة وبعض التكلفة المالية واعتماد بعض الميزانيات الخاصة بها، وكذلك يعني تشكيل يعني فرق العمل فيها. نعم، بموجب هذا الترخيص شيخ يعني ماذا سوف يدرج لهذه الجمعيات من صلاحيات؟ طبعا الأساس هو كان موجود ولا زال الجمعية الأساسية الأم، وهي جمعية حماية المستهلك السعودية، وهي تعنى عادة بعدة يعني أمور، لكن سيضاف لها هذه الجمعيات لتكون متخصصة في بعض الجوانب. يعني على سبيل المثال حماية المستهلك كلمة يعني كبيرة ومطاطة، صحيح، والاستهلاك هو استهلاك سلعي واستهلاك خدمي أيضا، كل ما هو الآن أمامك موجود هو مستهلك من اللباس، صحيح، من الأجهزة، من الأدوات، من إلى خلاف ذلك، حتى الخدمات التي تقدم من مقدمي الخدمات يعني المعنوية، مثلا خدمات المحاماة، خدمات مثلا الاستشارات، خدمات يعني كل الخدمات المعنوية عموما، وبالتالي قد تحتاج إلى بعض التخصيص من أشخاص يتقدمون بطلب تراخيص لهذه الجمعيات. كذلك الجهات الحكومية يعني هيئة الغذاء والدواء وغيرها من الجهات أيضا قد يكون من المناسب أن يؤسس جمعية مهتمة من المواطنين تحت مظلة هذه الجهة وبموجب ترخيص وزارة التجارة والآليات التي تطاعها للقيام يعني التخصص المتعلق بمثلا الغذاء أو الدواء وحماية المستهلك في هذا الجانب. وهذا يعني يدع مجالا واسعا لاجتهاد الوزارة في منح التراخيص حسب أهمية هذه الأنشطة ومدى حاجة المجتمع لها. يعني عمل هذه الجمعية سوف يكون مباشرة مع وزارة التجارة حضرة الشيخ؟ هو طبعا وزارة التجارة هي الجهة المعنية بإصدار التراخيص ووضع الآليات التي يعني تضمن حسن أداء هذه الجمعيات، ولا من المعلوم أنها جمعيات مستقلة كما هي حال المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي لا شك إن شاء الله أن الوزارة يعني ومثلها في معالي الوزير حفظه الله ومعاونيه أن لهم جهود يعني سابقة في حماية المستهلك، ويعني لا يتصور أن يعني تخفى على أحد، وهذا مزيد تخصيص إن شاء الله، نسأل الله أن يكون يعني عونا لولاة الأمر وللقيادة الرشيدة في ظل حكومة خالد بن الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي العهد،
وكافة المعنيين في هذه البلاد إن شاء الله للنهوض بحماية المستهلك ومدافع عنه، يعني أمام جشع بعض من يكون عندهم يعني سوء إدارة أو سوء نية أو أي أو خلافه. يعني لا نقول أن كل من يؤذي المستهلك هو قاصد لذلك، لكن أحيانا يقوم بالدراسات والاستشارات وغير ذلك. يعني أشكرك على كل ذلك. العقوبة. أشكرك على كل ذلك الشيخ عبد الرحمن جريسي المستشار القانوني ومحامي جمعية حماية المستهلك.